تتنوع الاحتفالات بحلول رأس السنة الأمازيغية الجديدة يناير من منطقة إلى أخرى، حيث تنظم تظاهرات للتعريف بتقاليد وعادات التراث الأمازيغي، تتمثل في إقامة معارض للصناعة التقليدية التي تسخر بها بعض المناطق على غرار ورقلة والبويرة، فضلاً عن إطلاق مسابقات للأكلات الشعبية. سوق يناير قلت في المكوين سقذشن اين يشدنا كوري يناير امد الحاجة امد المكلة امد تحرفين تقدرين امام دي سفار الكلين يسخدمن تيريين دي يناير. اول معرض هي درتو هنا في دار الثقافة تاع خياطة، شفت مع القفوف دايرينهم معرض ضحكت عليهم الحق من القبل، بصح قالوا لي بلي اللي عنده هذه الصنعة واسمو الناس دون يتحوس عليهم خاطش ناقصة. كما تسعى بعض الجمعيات الثقافية إلى استغلال هذه المناسبة إلى تثمين الموروث اللامادي الأمازيغي وتعريفه للأجيال القادمة. التقاليد هذه تاعنا نحوسوا عليهم ونجبروهم ونجيبوهم ونشريوهم باش نخليوهم وراثة لولادنا كما خلوهم لنا جدادنا وراثة لنا حنا. رغم تعدد كيفية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير في مختلف ولايات الوطن، إلا أنه يبقى أحد اللبنات الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية.